مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبتين لرمضان مع فتوش وشوربة. بدي أعمل أول شي أنا وياكم الملوخية. عنا ملوخية أكيد غسلتها منيح، ثوم، زيت نباتي، مرقة الفروج، كزبرة، ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، عصير حامضتين، ملح، ملعقة طعام سمنة، وعنا فروج. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط الثوم، زيت نباتي، كمان السمنة، والكزبرة. بقليهم مع بعض على الغاز. بس قليتهم بهذا الشكل، هلا بحط فوقهم الملوخية. بسم الله، بحركهم اكيد مع بعض. بغطي الطنجرة وبتركهم يتقلوا مع بعض. بعد ما قليت الملوخية حوالي ربع ساعة، هلا بحط فوقها مرقة الفروج. بسم الله، كمان بحط مكعب ماجي، البهارات وملح. بحركهم شوي مع بعض، بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض. بس غلت الملوخية بهيدا الشكل، هلا بحط فوقها عصير الحامض. بحركها شوي، كمان بغطيها وبتركها لتستوي الملوخية. هلا قبل ما اطفي على الملوخية بحوالي 10 دقايق، بحط فوق الدجاج. بسم الله، بحركهم مع بعض. هلا بغطي الطنجرة وبتركهم حوالي 10 دقايق وبطفي الغاز. بعد ما عملنا أول وجبة ملوخية، بدنا نكفي تاني وجبة المغربية. عنا كوب مغربية، حمص، مرقة الفروج، فلفل أسود 1/4 ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، مكعب ماجي ملح، فروج. أول شي بحط المرقة فوق المغربية، بسلقها بمرقة الفروج. بسم الله، هلأ بحطن على الغاز. بس غلت المغربية، هلأ بحط فوقها شرائح بصل. هلا بتركها لتستوي هي والبصل. بس استوت المغربية والبصل، هلا بحط مكعب الماجي، كمان الحمص، ملح، والبهارات. بحركهم شوي مع بعض. بعد ما حطيت البهار والحمص والملح، بحط الفروج فوق المغربية. بحركهم مع بعض، هلا بتركهم يغلوا حوالي 5 دقايق مع بعض وبرجع بطفي الغاز تحتهم. هلا بدنا نكفي مع بعض طريقة الشوربة. عنا دجاج، مي، بقدونس، ملاح، شعيرية، ماجي. بدي اعمل طريقة شوربة سهلة جدا. بحط البقدونس فوق الدجاج، كمان المي،
كمان بحط الماجي. رشة ملح خفيفة. بغليهم مع بعض على الغاز. حط كمان فوقهم ملعقة صغيرة شراب. بتركن يغلوا مع بعض على الغاز. بس غلت الشوربة بهيدا الشكل والبقدونس استوى، هلأ بحط شعيرية فوقها. بحركن مع بعض وبتركن لتستوي شعيرية وبطفي الغاز. هيدا الفطور اللي عملته أنا وياكن، شوربة ملوخية مغربية فتوش أكيد، والقطايف عندي الطريقة موجودة على صفحتي يلي بحب يعملها. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.